التوبة يا أحباب إخواني، كثرة الاستغفار يا أحباب إخواني، تنظيف القلب يا أحباب، تنظيف القلب. هل الدنيا يا أحباب إخواني في الله أغلى من الآخرة؟ إن قلت نعم يبقى خلاص أنت وحالك، أما إن قلت لا فنقول لك أين عملك؟ أين تجارتك؟ أين جهدك واجتهادك؟ ولا تسيبها كده وعيش أيامك وعيش مش عارف إيه، ما ينفعش يا أخي. كم من أخت لفوها في قطعة من قماش وردموا عليها، كم من أخ في أسناننا يعني مثل سننا أحباب إخواني ردمنا عليه وتركناه يا أحباب إخواني في الله بين يدي عمله. والله العظيم يا شباب، في حديث أقوله بمعناه، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل الصلاح، نسأل الله أن نكون منهم يا رب، عن أهل البر وأهل الخير وعن المؤمنين. قال النبي محمد: إذا وضع الميت في قبره، اسمع، وتركه الناس، جاءت الصلاة، أي صلاته التي كانت في الدنيا، جاءت عند رأسه، وقفت عند دماغه الصلاة، وجاء الصوم عن يمينه الصوم، وجاءت الزكاة عن يساره، وجاء فعل الخير عند قدميه. يبقى الراجل ده التف بإيه؟ التف بأعماله الإيه؟ الصالحة. فإذا جاءت الزبانية، زبانية جهنم، لتأخذه من رأسه، قالت الصلاة: لا، لا يؤتى من قبل أبدا، تاخدوه من عند دماغه دي أبدا. فيؤتى، فتأتي الملائكة من ناحية يمينه، يقول الصيام: لا، لا يؤتى إلي من قبله. فيأتون عن ناحية الزكاة، فتقول الزكاة: لا، لا يؤتى إليه من قبلي. فيؤتى من عند رجليه، فيتكلم فعل الخير، فيقول: لا، لا يؤتى إلي من قبلي. فيغفر الله لهذا العبد. دي أعمالك، ده رصيدك اللي حتنزل بيه يا حبيبي أخي في الله. كما يقولون: تزود من حياتك لمعادك، وقم لله واجمع خير زادك. أتريد أن ترفق قوم لهم زاد وأنت من غير زاد؟ عايز تسافر، انتوا مسافرين، انتوا رايحين مشوار فلاني، طب انتوا رايحين رحلة، طب ممكن اجي معاكم، ممكن، بس معاك ايه؟ معاي نفسي، ما تنفعش. طيب انا جايب معي اكل، الحمد لله، ممكن ناكل مع بعض، تفضل هات اكلك، وكل واحد يطلع اكله اللي هو الزاد بتاعك. اتريد ان تكون رفيقا لرسول الله ولاصحاب رسول الله، ولم تسر على ما سار عليه رسول الله؟ يا رجل، ان السفينه لا تجري على اليابس. عمرك شفت سفينه بتمشي في الصحراء؟ ابدا. جميل يا احباب اخوان في الله. وقالوا ذلك: تذكر وقوفك يوم العرض عريان، عريان. اي والله، والله العظيم يا سيدات، يا سيدات، يا اخواتي، يا ناس، يا بشر، يا احبابي، الناس جميعا يوم القيامه يحشرون حفاة عراة غلا. متخيل دي؟ جميع الناس يوم القيامة يبعثون كيوم ولدتهم أمهاتهم. أقسم بالله القدير، لا أنا ولا أنت ولا أختي اللي فوق تستطيع أن تجلس عارية
كيوم ولدتها أمها أمام ابنها اللي عنده 3 سنين ولا 2.5 سنين، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ من منا يستطيع أن يخرج من الحمام وهو عريان وأطفال الصغيرين 2-3 أعدان قدامه قاعدين كده؟ الحر أبدا، صح ولا غلط؟ فكيف بالناس يبعثون يوم القيامة؟ بس يا أخويا ممكن تستر، ممكن؟ آه والله. قال: إن سترت نفسك هنا بطاعة الله سترك الله هناك بمغفرته ورحمته. ما تخافيش، ما حدش حيشوف عورتك يا أختي، لأنك أنت مستورة في الدنيا، إزاي حيفضحك يوم القيامة؟ نعم. والحديث في الصحيح: ينادي ربي على عبد، ينادي ربي يقول: فلان ابن فلان، هيا على العرض. العرض على مين؟ على المحكمة. انت عندك عرض. اللغة بتاعت المحامين دي يا احبابي اخوان، في حد محامي هنا في المسجد؟ الحمد لله. صليتم على رسول الله؟ يقول لك انا عندي عرض بكرة، والله معي المتهم معاه عرض بكرة يا معلم. اه ما انا عندي قضية بس هعرض فيها المتهم كده اثبت انه هو حاضر وخلاص، صح كده يا عم منعم؟ عنده عرض. فقال الملك ينادى على العبد: فلان ابن فلان، هيا إلى العرض. العرض على من يا ناس؟ قالوا: على الله وباسمك، وما حدش هيقول لك خلي بالك، هم بينادوا عليك. ما فيش دي، ما فيش دي، ما فيش أبدا دي. هو حينادى عليك بين المليارات من البشر، حتعرف نفسك إنك أنت بالضبط من غير ما تلف ودور. هو أنا اللي بينادوا عليه؟ لا يا معلم، مش هي، مش دي، دي بتاعت الدنيا، دي دي عملية حركة الأرعنة بتاعتك بتاعت الدنيا دي. أما يوم القيامة لما ينادى عليك تعرف أنك أنت المقصود. فيقول النبي: فيخرج العبد، بس العبد اللي طالع ده عبد رباني، عبد عاش حياته لله. فيقول النبي: لما ينادى عليه يضع الله عليه كنفه، الكنف بمعنى الستر، يخرج هو عريان بس ما حدش شايفه، فيقف بين يدي الله وهو مغمور في ستر من؟ الستر يتحول إلى غطاء لهذا العبد. فيقف العبد بين يدي الله. العبد ده كان عبد رباني، بس قبل كده كان مسرف على نفسه في المعاصي، بس تاب قبل ما يموت، تاب وثبت على التوبة ومات على التوبة. فلما يقف هذا العبد يا عم زغلول بين يدي الله، ربي يقول له: عبدي، اللي حيبدأ الحوار هو: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ فاكر لما تكلمت بالنميمة؟ فالعبد يقول: أي ربي أعرف. فاكر لما كلمت مرأة في الحرام؟ أي ربي أعرف. فاكر لما ارتشيت؟ أي ربي أعرف. فاكر لما سمعت حي على الصلاة 5 مرات في 20 سنة ما ركعتهاش ركعة؟ تقول: أي ربي أعرف. فاكر عقوقك لوالديك؟ ربي أعرف. فاكر لما كنت تضرب زنب للناس؟ أي ربي أعرف. فيقول الله له: عبدي اسمع، سترتها عليك في الدنيا. بعد ده كله سترتها عليك